ما نبقاش يا جماعه ليل نهار بننشر صورنا على الفيسبوك او النعمه في ايدينا وبعدين نشتكي من الحسد واحنا مش بنحصن نفسنا. فلو انت محتار تعمل ايه، هم خمسه: الفاتحه كل الناس حافظاها، الاخلاص اللي هي قل هو الله احد، المعوذتين قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. سيدنا النبي قال كده عليه الصلاه والسلام، قال اقرا الاخلاص والمعوذتين في الصباح والمساء 3 مرات تكفيك من كل شيء، تحميك من اي حاجه. فاتحه اعظم رقيه، قل هو الله احد، المعوذتين، ثم التعويذه اللي كان بيعوذ بيها سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل، وكان بيعوذ، بيعوذ يعني يحمي، وبيعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يعني إيه عين لامة؟ يعني عين بتنظر نظرة تلام عليها، نظرة مش حلو. أعوذ بكلمات الله التامة، احفظ، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. طب والخامس؟ الخامس هو تحصين سيدنا جبريل للنبي لما شاف النبي مريض وقال اشتكيت يا محمد، حديث صحيح مسلم، قال نعم يا جبريل، قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. اللي مش حافظها يدور عليها، سهل أوي، الإنترنت موجود أو في كتاب حسن المسلم أو يسمع الحلقة تاني. تحصين جبريل للنبي: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. دول 5 تحصينات، إن لنفسك عليك حقا. وحصن عيالك لو كانوا لسه صغيرين مش بيعرفوا يقولوا التحصينات دي، وشغلها في الكاسيت في البيت بحيث أنك أنت تبقى تذكر ربنا ثم تطمئن.